بعد طول انتظار وتنافس شديد الميراث بين قطبي العاصمة الهلال والنصر، تحسم أخيراً صفقة لاعب نادي الشباب متعب الحربي الظهير الأيسر في صفوف الفريق الأول. ليصبح متعب اليوم هو صاحب أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية كلاعب سعودي بمبلغ 123 مليون ريال، متجاوزاً بقيمة صفقته أقرانه من اللاعبين المحليين. رغبة جامحة من الأندية لكي تستفيد من خدمات اللاعب ما بين الهلال والنصر والأهلي، دفعت الإدارة الشبابية لأن تتريث في حسم هذه الصفقة المثيرة والتي تغير طريقها في صباح هذا اليوم، حيث كان اللاعب متوجهاً لنادي النصر حسب الأخبار المتداولة، إلا أن رفع قيمة العرض الهلالي وإعارة مصعب لجوير جعلت الإدارة الشبابية توافق مباشرة منذ مساء الأمس، والمصادر النصراوية تشير إلى حسم الصفقة لصالح الفريق الأصفر، حتى صدم الوسط الرياضي بخبر توقيع هلالي لم يكن في الحسبان أبداً. صفقة متعب الحربي ليست الأولى بين الهلال والنصر، فقد كانت السنوات الأخيرة مليئة بصراع الصفقات ما بين هتان باهبري ومحمد كنو وحسان تنبكتي، قصص أشعلت الشارع الرياضي. محمد الصادق، NBC الرياض.